السلام عليكم بناتك، كيداير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة أم فاطمة الزهرة. اليوم بغيت نشارك معكم فيديو جديد، بغيت ندير نشارك معكم واحد الغريبة اللي كتجي زوينة، كتصدق ليا وكنتمنى تجربوها حتى نتوما وتصدق ليكم. بسم الله على بركة الله. عندي زلافة مع عمرش زيت، وعندي زلافة مع عمرش سنيدة، عندي هنا الكركاع واللوز. المهم شحال ما بغيتو نتوما ديرو كديرو، ومن الاحسن ديرو الكركاع. الكركاع هنا انا درت الكركاع ودرت اللوز، وعندي معلقه كبيره ديال مايزينا، وعندي ساشيه ديال ميدو، وعندي الزبده، عندي ثلاث خمارات، عندي كيلو ديال الدقيق. ما عرفش انا شو، المهم ما غتهزش ليا كيلو، انا غادي نشوف نصور لكم ونشوف شحال هزات ليا ديال الدقيق. بسم الله نبدا معكم. نديرو الزبدة، نديرو السنيدة، نديرو ديك المعلقة ديال المايزينا، دابا نبداو نديرو الدقيق. بسم الله، انا نشوف نعبر معاكم فاش غادي اللي بقى ليا ديال الدقيق، غنعبرو نشوف شحال بقى لينا. المهم الدقيق على حساب النوعيه، على حساب واش كيشرب. نديرو الخمارات،
ما بدات لك كتعطي كميه كبيره، كتجي زوين هاد الغريبه هادي. البنات من بعد ما خلطتها وساليت، المهم تكون العجينه هي هذيك، ما تكونش قاصحه، ما تكونش هضبه، حيت الغريبه تبغي شويه تكون قاصحه، تكون هي هذيك. هانتوما كيلو شحال شاط ليا منو ديال الدقيق، زاد ما عمراش. انا جبت جبت اللاطه ديالي، بسم الله تنكور معاكم. المهم نتوما بغيتوها كبيرة ديروها كبيرة، بغيتوها صغيرة ديروها صغيرة، القياس اللي بغيتو نتوما. صراحه البنات هاد الغريبه راه كتجي بنينه بنينه بزاف، كنتمنى تجربوها. المهم البنات كنديرهم قد قد، وحده ما تكونش كبر من وحده. المهم عيننا ميزاننا اللي عنده باش يعبر يعبر. المهم البنات فاش نسالي التكوار رجعنا. هانتوما البنات من بعد ما كورتها درتهم بحال بحال. دابا انا عندي الفران ديال البوطه، غندير الغريبه ديالي تحت العافيه باللي تشقق، عاد نديرها فوق العافيه. المهم البنات من بعد ما نطيبها نوريكم كيفاش جات الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات الغريبه ديالنا كيفاش كتجي من بعد ما ساليتها. كنتمنى تجربوها، كنتمنى هاد الفيديو يا ربي ما يحشمنيش، وكنتمنى تجربوها. المهم البنات فاش تبغيو ديروا الغريبه ديالكم في الفران، نقصوا البوطه مزيان وعاد ديروها لتحت تتشقق لكم، عاد ديروها الفوق. كنتمنى تجربوا هاد الفيديو، كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، وشكرا بزاف لمشاهدتكم على لهاد الفيديو. شكرا لكم بزاف. هاد القناة راه قناة جديدة، كنتمنى تعاونوني بالمشاهدة ديالكم والمشاركة، وشكرا لكم بزاف بزاف مشاهدتكم الفيديو، شكرا بزاف.